في السابع من أبريل من عام 1772 ولد الفيلسوف الفرنسي شارل فوريه. تأثر الفيلسوف بالأفكار الاشتراكية، كما أنه صاحب نظرية اقتصادية واجتماعية شهيرة، وقد سميت تلك النظرية باسمه، حيث كان يسعى إلى تحويل العالم إلى منظومة اقتصادية تعاونية، وكان يرى أن ذلك النظام سيؤدي إلى زيادة الإنتاج. توفي الفيلسوف الفرنسي شارل فوريه عن عمر يناهز 65 عاماً.